هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. قرار جديد للرقراقي بالوداد قبل بداية الموسم. منح الرقراقي وليد مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم يوم راحة بعد الفوز بالمباراة الودية التي فاز بها فريق الوداد الرياضي يوم أمس الأحد 6 شتنبر 2021 على منافسه أولمبيك أسفي. وكافأ وليد الرقراقي لاعبيه بمنحهم يوم راحة بعد أسبوع شاق من الاستعدادات للموسم الرياضي المقبل، خاض خلاله زملاء أيمن الحسوني مباراة ودية أمام الفريق المسفيوي وفاز بهدفين لواحد سجلهما منصف شراشم وصلاح الدين بن يشو. ويعود لاعبي الوداد الرياضي للتدريب يوم غد الثلاثاء بوتيرة حصة تدريبية في اليوم الواحد، إلى حين إجراء أول مباراة رسمية ستكون أمام اتحاد طنجة يوم الأحد المقبل، وستجرى على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بداية من الساعة 5 عصرا. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.